الأخت صباح من صرمان تسأل سؤالين. السؤال الأول: التسبيح بالسبحة باليمين أو باليسار؟ لأن هناك قالت من قال لي لا يجوز لك أن تسبح بيدك اليسرى. النبي صلى الله عليه وسلم حض النساء على التسبيح خصوصا، والخطاب للجميع، لكن ذكر هذا النساء في مجمع النساء، قال: ولا تنسينا أن تعقدن بالأنامل فإنهن ناطقات مستنطقات يوم القيامة. ينطقن يوم القيامة، ها، كم مرة سبحت الله سبحانه وتعالى به، كم مرة قالت سبحان الله والحمد لله والله أكبر. والتسبيح باليد، الأصل فيه باليد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر التسبيح، وجاء في سنن أبي داود أنه كان يسبح بيمناه، باليد اليمنى، وهذا أفضل. لكن لو سبحت باليسرى فهو جائز، لو سبحت باليسرى فهو جائز. المستحب أن يكون التسبيح باليمنى. بعضهم قال السبحة بدعة، والسبحة ليست بدعة، جمهور العلماء على أنها جائزة، وهي وسيلة للعد، وليس في أمرها خصوص عبادة، بل هي وسيلة للعد، وهناك أذكار وهناك تكبيرات وتهليلات تحتاج إلى عدد معين وقد يخطئ الإنسان، فالسبحة معينة له، ولذلك قيل نعم المذكر السبحة، فمن في يده سبحة لا بد وأن يسبح، ومن ليس في يده سبحة قد ينسى التسبيح، فهي معينة على الذكر. وصدق الذي قال نعم المذكر السبحة، نعم المذكر هي السبحة. قالوا السبحة إذا سبحت بها لم تطبق الأمر، ولا تنسينا أن تعقدنا بالأنامل فإنهن ناطقات ومستنطقات. والغريب أن يقال، يعني من أين جئتم بهذا الفهم؟ لأن السبحة لا تتحرك بيدها، ما الذي يحرك السبحة؟ إنما هي أنامل اليد، أنامل اليد التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. السبحة لا تتحرك إلا بتحريك أصابعك وأناملك لها مع العد. فالتسبيح بالسبحة جائز، وإن سبحت باليمنى فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بيده اليمنى، والأجر عند الله عز وجل عظيم.